الرئيس السيسي يواجه بصرف تعويضات المستحقين من صندوق الشهداء على دفعة واحدة في سبتمبر المقبل. الخارجية التونسية تؤكد أن التدابير الأخيرة تنسجم مع الدستور وتستجيب لتطلعات شرائح واسعة من الشعب. ومشاورات حكومية في ألمانيا بشأن مواجهة كورونا ومساعدة متضرري كارثة الفيضانات. الثانية عشرة ظهراً العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من إكسترا نيوز في القاهرة. أنا أحمد بشت ومع زميلتي إنجي طاهر، والبداية معك إنجي. أهلاً بك أحمد، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف التعويض المادي المستحق للمستفيدين من أعمال الصندوق على دفعة واحدة خلال شهر سبتمبر المقبل. وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس السيسي شدد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق والمدير التنفيذي للصندوق، شدد على الالتزام بسرعة صرف كافة التعويضات لصالح الأسر والأفراد المستفيدين من الصندوق. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط وعمل صندوق تكريم الشهداء خلال الفترة الماضية والمزايا والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة في هذا الشأن، خاصة ما يتعلق بتسليم بطاقات التكريم للمستفيدين من القانون رقم 16 لعام 2018، وذلك خلال شهر أكتوبر 2021، فضلاً عن التنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية بشأن الأنشطة المختلفة والمبادرات التي يمكن توجيهها لصالح المستفيدين من الصندوق. وقد وجه السيد الرئيس بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف التعويض المادي المستحق للمستفيدين من أعمال الصندوق وفقاً لأحكام القانون رقم 16 لعام 2018، وذلك على دفعة واحدة خلال شهر سبتمبر من عام 2021، مشدداً سيادته على الالتزام بسرعة صرف كافة التعويضات لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وكذلك استمرار العمل على تطوير برامج الصندوق وحوكمة آلياته المالية وتنمية موارده لصالح أسر الشهداء والمصابين. واصلت عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية تنفيذ فعاليات التدريب الجوي المشترك زايد 3 الذي يتم تنفيذه في دولة الإمارات، وذلك بحضور عدد من قادة القوات الجوية المصرية والإماراتية. ونفذ خلال الفترة الماضية عدد من طلعات التدريب على مهام العمليات بين القوات الجوية المصرية والإماراتية لتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة والتبادل الخبرات بين الأطقم الجوية لكلا الجانبين. وصلت عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية تنفيذ فعاليات التدريب الجوي المشترك زايد 3 والذي يتم تنفيذه بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر فعالياته لعدة أيام. ونفذت خلال الفترة الماضية عدداً من طلعات التدريب على مهام العمليات بين القوات الجوية المصرية والإماراتية لتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة وتبادل الخبرات بين الأطقم الجوية لكلا الجانبين. كما شهد رئيس أركان القوات الجوية المصرية ورئيس هيئة الركن للقوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين إحدى مراحل التدريب لسير العمليات الجوية بدولة الإمارات، والتي تضمنت قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ طلعات مشتركة للتدريب على مهام الهجوم على الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية والقيام بأعمال المعاونة الجوية للتشكيلات البرية
وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفذة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راق واحترافية عالية في تنفيذ كافة المهام، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات الجوية لكلا الدولتين من إمكانيات بشرية وفنية واستعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك في مختلف الظروف. يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف المختلفة لدعم جهود الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة. يتواصل العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف وفي المناطق العشوائية في الحضر. للمزيد بشأن مشروعات المبادرة في المنوفية ينضم إلينا من هناك مراسل أكسترا نيوز محمد أبو عيطة. إليك محمد، حدثنا عن آخر التطورات في هذا المشروع. إنجي تحياتي. بينما يرتفع الآن الأذان الظهر ترتفع أيضاً الدعوات هنا في قرية كفر الشبع بأن تشبع كامل أرجاء الوحدة المحلية وأيضا القرية هنا وكفر الشبع بتوابعه بأن تشبع كل هذه المناطق من خدمات حياة كريمة التي أتت إليها خلال الفترة الماضية، وبدأت بالفعل الإنشاء والعمل على إدخال عديد من الخدمات العامة إلى هذه القرية وإلى أيضا ما يجاورها من قرى. هذه القرية بها 6000 نسمة تقريبا ويتبعها أيضا تابعين لها، و كان رئيس الوزراء في خلال زيارة سابقة في بداية هذا الشهر كان قد طاف بأرجاء هذه الوحدة المحلية وأيضا تحدث إلى عديد من مواطنيها حول الخدمات المقدمة والتي أيضا تستعد أن تقدمها قرية التي تستعد أن تقدمها مبادرة حياة كريمة، وأيضا مشروع هام للغاية هو مشروع سكن كريم للمواطنين، لأنه هناك أيضا عديد من القرى وعديد من الأماكن هنا في مركز الشهداء تحتاج لأن يتم إزالة البيوت الخاصة بالمواطنين ومن ثم إعادة إنشائها من جديد، وهو ما وعدت به أيضا مبادرة حياة كريمة. ينضم إلي الآن على الهواء عمدة كفر الشبع، هو العمدة الحاج رضوان. ارحب بك يا فندم، اهلا بحضرتك حضرة العمدة. واولا عرف المشاهد يا فندم بكفر الشبع والتوابع التي تحيط به. كفر الشبع هي ضمن قرى الوحدة المحلية بدرجيل، في 3 قرى في الوحدة المحلية دراجيل وكفر الشبع وكفر السوالمية. كفر الشبع لها تابعين 2، عزبة هجرس وعزبة راضي. عدد سكان القرية يتراوح تقريبا ما بين 6000 نسمة تقريبا. يعني احنا الان بنتحدث من واحده من فعلا الخدمات اللي انتهت بالفعل في اطار مبادره حياه كريمه، وهي اول حاجه بالفعل بتنتهي المبادره منها، وهي محطه الرفع الخاصه هنا. وهذه المحطه مخصصه حضره العمده لرفع الى محطه اكبر، هي محطه الصرف الصحي او تحليه مياه الصرف الصحي. المحطة الصرف الصحي بكفر الشبع دي المحطة الصغيرة اللي بترفع على المحطة الثانية، المحطة الكبيرة محطة التحلية، دي موجودة على أرض دناصور، وتشرفنا بزيارة رئيس الوزراء من حوالي تقريبا 10 أيام. زار محطة دناصور وزار بعض القرى في مركز الشهداء، وكمان اطلع على بعض البيوت اللي هيتم إزالتها وبنايتها في الوحدة المحلية بدرجيل. يعني حضرتك حدثنا ايضا عن الخدمات اللي حضراتكم تحدثتم من كحضرتك كعمدة ايضا وكأهالي القرية هنا كفر الشبع، تحدثتم الى المسؤولين في مبادرة حياة كريمة وقلتم انكم تحتاجون اليها وبالفعل بدأ التخطيط لها. احنا في الاول بنحب نشكر السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية انه سمح بفرصة عظيمة زي اللي احنا فيها ومشروع قوم عظيم، استطعنا من خلاله ان احنا يحصل تنميه في جميع ارجاء جمهوريه مصر العربيه. وبيمتد الشكر برضو للسيد رئيس الوزراء على المجهود الجبار اللي عمله، وبنحب نشكر على مستوانا احنا السيد رئيس الوحده المحليه بدرجيل والسيد رئيس مجلس مدينه الشهداء والسيد المحافظ، اتاحوا لنا الفرصه كشعبيين ان احنا نقعد مع الهيئه الهندسيه، نقعد مع كافه الارجاء اللي بتيجي عشان تتكلم على مواضيع حياه كريمه. عرضنا المشروعات بتاعتنا، الحمد لله عندنا تطوير كويس حصل فعلا بالفعل في خطوط الميه بميه الشرب،
بعدين انتقل ورفع رفع كفاءه المحولات الكهرباء تم الانتهاء منها وبقى لنا فيها اعمده الاناره. باقي بعض المشاريع هتاتي تباعا في ان احنا نتكلم فيها زي مركز الشباب وزي الملعب الرياضي وحاجات كتير هتحصل هنا. عندنا كمان في رصف وفي الشوارع بتتعمل رصف انترلوك. بالنسبة لخطوط التليفون والغاز تم انتهاء من خطة الغاز برضو ورفع المأساة. كل الحاجات دي تمت خلال الفترة اللي فاتت وإن شاء الله في عندنا تكملة في الفترة اللي جاية. هل لكم نصيب في القطاع الصحي؟ القطاع الصحي عندنا وحدة صحية الحمد لله، احنا اخلنا الوحدة الصحية من فترة بقالنا اسبوع وهيبدأ الشغل فيها خلال الاسبوع الجاي. هيبقى عبارة عن ترميم الوحدة الصحية ورفع كفائتها عشان تكون على مستوى التأمين الصحي في المرحلة اللي جاية. شكرا شكرا جزيلا للعمدة رضوان الخولي، هو عمدة كفر الشبح، حدثنا عن بعض التفاصيل التي تحدث هنا في إطار تنمية هذه الوحدة المحلية. وطبعا هذه الوحدة المحلية تتبع مركز الشهداء الذي يزيد تعداده عن 350 ألف نسمة، وهي أيضا يدخل ضمن المبادرة الأولى أو المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة في إطار كل هذه المشروعات التي تجري في جميع وحداته المحلية، وعددها 6 وحدات محلية تتم فيها كل مشروعات حياة كريمة بالتوازي وفي كل الأماكن على قدم وساق. نعم. شكرا جزيلا لك زميل محمد أبو عيطة مراسل إكسترا نيوز من المنوفية، والشكر موصول لضيفك الكريم. إلى الشأن التونسي إذن، فقد أكد عثمان الجراندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد وقتية وتهدف إلى تصحيح المسار الديمقراطي في تونس. جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني. أعرب الجراندي عن شكره لمملكة البحرين قيادة وشعبا على وقوفها إلى جانب تونس ومساندتها التامة للقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد حفاظا على استقرار الدولة وحماية لمؤسساتها من المخاطر التي تتهددها على أكثر من صعيد. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن ما اتخذه من تدابير استثنائية يهدف إلى وضع حد للعبث بالدولة ومقدراتها وتحمل المسؤولية، مشيرا إلى أنه لم يعد بالإمكان أن تتواصل الأوضاع على ما كانت عليه. جاء ذلك خلال استقباله بقصر قرطاج عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني الذي كان محملا برسالة شفهية من حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين. من جانبه أعرب وزير الخارجية البحريني عن وقوف بلاده قيادة وشعبا إلى جانب تونس ومساندتها لقرارات رئيس الجمهورية وثقتها في قدرته على قيادة تونس بحكمة وكفاءة واتخاذ القرارات المناسبة لفائدة الشعب التونسي لتجاوز هذه الفترة الصعبة. عبرت لفخامة الرئيس عن ثقة البحرين قيادة وشعبا في حكمة فخامته ورؤيته الصائبة، وأكدت له احترام مملكة البحرين للشأن الداخلي التونسي باعتباره أمرا سياديا لا يحق لأحد التدخل فيه. نقلت لفخامته تأكيد جلالة الملك بوقوف مملكة البحرين مع الشقيقة تونس ودعم جهودها لتجاوز الظروف السياسية والاقتصادية والصحية التي تمر بها تونس الشقيق، وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب التونسي الشقيق. هذا وقد أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار تونس الدولي محملة بأطنان من المساعدات الطبية والغذائية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن. تم
تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار تونس الدولي، محملة بأطنان من المساعدات الطبية تتمثل في مستلزمات طبية وأدوية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة تونس الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين. ذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر وتونس الشقيقة، وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. صرح المكلف بتسيير وزارة الصحة التونسية علي مرابط بأن هدف الوزارة تلقيح 50% أو 60% من التونسيين. وكشف مرابط أن اللقاحات أصبحت متوفرة منوهاً بوجود مخزون بستة ملايين جرعة. هذا وأعلنت السلطات الصحية في تونس بدء مرحلة جديدة من خطتها لمكافحة فيروس كورونا. بعد نجاح اليوم المفتوح للتطعيم ضد فيروس كورونا، أعلنت السلطات الصحية في تونس بدء مرحلة جديدة من خطتها لمكافحة الفيروس. وتتمثل المرحلة الجديدة في توزيع اللقاحات على الصيدليات الخاصة والعيادات على أن تشمل تطعيم الفئات العمرية البالغة من العمر 30 عاماً فما فوق في المرحلة القادمة، كما سيتم تطعيم طلاب المدارس البالغين من العمر 18 سنة فما فوق. وتهدف تونس إلى تلقيح من 50 إلى 60% من التونسيين بحلول منتصف أكتوبر القادم. القضاء على الكوفيد، القضاء على الكوفيد كيفاش؟ تعرفوها يدولي توا، التلقيح، الوقاية بالتلقيح. التلقيح اللي يلزمنا ناخلطوا له هو 50% من الشعب التونسي، وكان النجم ناخلطوا 60%. صحيح قبل ما كانش فما شح من التلقيح. الجرعات توا موجود، قالها سيد رئيس الجمهورية فما 6 مليون. وكانت تونس أعلنت أنه تم تطعيم أكثر من نصف مليون مواطن خلال عملية التطعيم الكبرى التي تمت الأحد في شتى أرجاء البلاد وشملت من هم فوق 40 عام. وهذه هي العملية الأكبر التي تطلقها السلطات التونسية للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 20,000 تونسي وأصاب أكثر من 600,000 منذ مارس 2020. في سياق متصل، قررت النيابة التونسية منع سفر 12 مشتبها بهم في تهم فساد مالي وإداري. وقال المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي إن من بين هؤلاء وزير الصناعة السابق ونائب في البرلمان، مشيرا إلى أن التهم تتعلق بنقل واستخراج الفوسفات. وإلى الملف اللبناني، حيث نفت الرئاسة اللبنانية طلب الرئيس ميشيل عون الحصول على 12 مقعدا وزاريا من أصل 24 في الحكومة. وقالت الرئاسة اللبنانية إن هذه المعلومات تهدف إلى التشويش على التعاون القائم بين عون وبين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. من جانبه، دعا حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان إلى تأليف حكومة تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أنه الممر الوحيد المتاح للخروج من الأزمة في البلاد. وفي بيان بمناسبة مرور عام على استقالة الحكومة، حث دياب جميع الساسة في البلاد على تجاوز الخلافات والتخلي عن كل المصالح من أجل مصلحة لبنان.
كانت حكومة حسان دياب قد استقالت في 10 أغسطس من العام الماضي على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في 4 من الشهر نفسه. ومن لبنان إلى العراق، حيث سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع بالجامعة التكنولوجية في بغداد. وأوضحت الحماية المدنية أن الحريق اندلع بإحدى قاعات الجامعة التكنولوجية، لافتة إلى أنه تم توجيه أكثر من 10 فرق إطفاء للسيطرة على الحريق، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية. هذا وقد أعلنت السلطات العراقية أن مجهولين فجروا 7 أبراج لنقل الكهرباء في محافظة كركوك شمالي البلاد، مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي. وأشارت وزارة الكهرباء العراقية إلى حدوث أضرار وتقطع في الأسلاك وخروج الخط عن الخدمة تحديدا في ناحية الرياض بمحافظة كركوك. أكدت وزارة الصحة استعداد مصر لتلبية احتياجات الدول الأفريقية من لقاحات فيروس كورونا من خلال الإنتاج القومي للقاحات بفاكسيرا، وذلك بعد سد الاحتياج المحلي. جاء ذلك خلال اجتماع لبحث خطة توريد شحنات لقاحات جونسون أند جونسون عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. كما أكدت وزيرة الصحة هالة زايد على قدرة مصر على توفير احتياجات الدول الأفريقية من أدوية الملاريا والإيدز والإيبولا وغيرها من خلال مدينة الدواء المصرية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد سجلت وزارة الصحة 83 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا بفيروس كورونا، بالإضافة ل 7 حالات جديدة من الوفاة، إضافة لخروج 71 متعافيا من المستشفيات. وذكرت الوزارة في بيان لها أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا بلغ نحو 284,790 حالة، من ضمنهم نحو 233,300 حالة تم شفاؤها، بالإضافة ل 16,582 حالة وفاة. أعلنت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية أن 21,371,194 أشخاص من إجمالي سكان البلاد تلقوا جرعتهم الأولية من لقاحات فيروس كورونا. وتهدف كوريا الجنوبية إلى تطعيم 36 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى سبتمبر لتحقيق مناعة القطيع في نوفمبر، وذلك بعد أن بدأت حملة التطعيم في 26 فبراير، حيث تدير حملة التطعيم بلقاحات أسترازينيكا وفايزر وموديرنا التي تتطلب جرعتين، ولقاح يانسن الذي يتطلب جرعة واحدة. وإجمالا فقد ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى أكثر من 4,300,000 حالة، كما تخطت حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم نحو 203,389,000 حالة. وفي فرنسا، أظهرت بيانات إعطاء 78,300,000 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. وبحسب البيانات المعلنة، فإنه يقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا ب 508,192 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل يتوقع أن تستغرق فرنسا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح مكون من جرعتين.
وفي إيطاليا أظهرت بيانات إعطاء 71 مليون و 900 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن، ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا ب 422 ألفا و 900 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرا واحدا لتطعيم نحو 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. بدأت العديد من دول العالم بإدراج التصريح الصحي والذي يحصر دخول البلاد أو ارتياد بعض الأماكن العامة بالأشخاص الملقحين بالكامل أو الذين يحملون فحصاً لكوفيد نتيجته سلبية أو شهادة تعافي من المرض. المزيد في العرض الذي تقدمه لنا الزميلة ندى رضا. أهلاً بكم. مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت دول العالم العديد من الإجراءات سواء لدخول المسافرين إليها أو ارتياد المواطنين للأماكن العامة أو التي تشهد تجمعات، مع استمرار حملات التطعيم ضد هذه الجائحة. في مصر أعلنت الدولة اعتبار المتلقين للجرعات الكاملة للقاح فيروس كورونا من الفئات المستثناة من إجراء اختبار فحص الحمض النووي للفيروس، بما في ذلك السماح بدخول القادمين الذين يحملون شهادات التطعيم ضد الفيروس شريطة احتواء الشهادة على رمز الاستجابة السريعة، وأن يكون قد مر على الجرعة الأخيرة 14 يوما على الأقل، فيما لا يعفى حاملو شهادات التطعيم من إجراء اختبار ID بالنسبة للقادمين من الدول المتأثرة بفيروس كورونا المتحور. كما أعلنت الدولة عن توافر لقاح جونسون أند جونسون بغرض تطعيم المسافرين للخارج بها، فضلاً عن استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على اللقاح الراغبين في استخراجها. في الاتحاد الأوروبي دخل حيز تنفيذ في الأول من يوليو الماضي التصريح الصحي المقرون برمز تحقيق يثبت أن حامله قد تم تطعيمه أو خضع مؤخراً لاختبار نتيجته سلبية، ويسمح للمسافرين بعبور حدود 33 دولة في القارة، دول الاتحاد 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وست دول أخرى مجاورة، لكن القواعد تختلف حسب الوجهة وبلد المنشأ. لم يتوقف الأمر على التنقل، فأدرج عدد من الدول التصريح الصحي والذي يحصر ارتياد بعض الأماكن العامة بالأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا بالكامل أو الذين يحملون فحصاً لكوفيد نتيجته سلبية أو شهادة التعافي من الفيروس. وبات التصريح الصحي في عدد من الدول أو دول العالم إلزامياً لدخول المرافق الصحية والفنادق والمطاعم والأماكن الثقافية والترفيهية. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضاً موجزاً للتصريح الصحي أو ما يعرف بجواز سفر كورونا والإجراءات التي اتخذتها العديد من دول العالم لمجابهة هذا الفيروس. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. نبقى إذن في نفس الملف وإلى موسكو، حيث سجلت روسيا أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد لأكثر من 6,491,000 منذ بدء الجائحة. أكد مسؤولون معنيون بمكافحة الجائحة وفاة 790 شخصا لأسباب مرتبطة بالفيروس في الساعات 24 الماضية. أما الهند فقد سجلت 28,204 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية في أقل حصيلة إصابات يومية منذ 5 أشهر، وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالهند 32 مليونا بحسب بيانات وزارة الصحة. كما زاد إجمالي عدد الوفيات إلى 428,682 حالة بعد تسجيل 373 وفاة جديدة.
أما بنغلاديش فقد بدأت بتطعيم الآلاف من مسلمي الروهينجيا في أكبر تجمع للاجئين في العالم وسط تصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وحذر عمال الإغاثة من كارثة إنسانية محتملة إذا كان هناك تفشي كبير في مخيمات اللاجئين في المنطقة الحدودية، حيث يوجد أكثر من 1,000,000 من الروهينجيا الذين فروا من ميانمار. وفي باكستان تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حاجز 24,000، وذلك بعد تسجيل 86 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية. بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 24,004 حالات، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 1,075,504 حالات. أما في برلين فتجري الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية اليوم مشاورات بشأن نهج التعامل مع تفشي فيروس كورونا في الخريف المقبل والمساعدات التي تقدر بمليارات الدولارات لأجل إعادة الإعمار بعد كارثة الفيضانات غرب ألمانيا. وتعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية توضيح الإجراءات المقبلة فيما يتعلق باختبارات الكشف عن الفيروس واللقاحات والقيود المحتملة من أجل تفادي مواجهة موجة كبيرة من العدوى في الخريف المقبل. ومن ناحية أخرى، من المقرر الاتفاق على إنشاء صندوق نقدي من أجل تمويل إعادة الإعمار بعد الخسائر الهائلة الناتجة عن الفيضانات في غرب ألمانيا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من برلين مراسلنا عربي مرزوق. عربي، مع ارتفاع حالات الإصابة في ألمانيا وفي دول مجاورة، إذن نحن بصدد ربما إجراءات أكثر تشددا أو العودة لإجراءات المتشددة في ألمانيا في الخريف المقبل، هناك إجراءات احترازية إذن تقوم بها الحكومة في هذه الآونة؟ أحمد، خلال دقائق ستتبع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رؤساء وزراء الولايات 16 اليوم لوضع قواعد جديدة من المفترض العمل بها بداية من الخريف والشتاء المقبل نظرا لارتفاع وتيرة الإصابات هنا في ألمانيا خلال هذه المرحلة. بالمقارنة حسب معهد روبرت كوخ، أحمد، حسب معهد روبرت كوخ بالمقارنة بين أغسطس من العام الماضي وأغسطس الآن، نسبة انتشار الفيروس هنا في ألمانيا في أغسطس 2020 كانت 10 إصابات لكل 100,000 مواطن، والآن ألمانيا اليوم هي 23 إصابة فاصلة 5 لكل 100,000 مواطن. معهد روبرت كوخ قال أن نسبة الانتشار ترتفع بشكل كبير بالمقارنة مع العام الماضي، وأننا الآن تقريبا في الموجة الرابعة، وما تجريه الحكومة الألمانية الآن هو لتقليل الخسائر خلال الموجة الرابعة، لأن حسب رئيس المعهد لا يمكن منع الموجة الرابعة الآن هنا في ألمانيا. الحكومة الألمانية أيضا، أحمد، أمام تحدي كبير، وهو أن الحكومة الألمانية تريد أن تلغي الفحوصات السريعة المجانية المنتشرة الآن في جميع الشوارع هنا في ألمانيا. في أي منطقة تجد مركزان إلى 3 مراكز للفحوصات السريعة أنتيجين المجانية. السبب الرئيسي أن نسبة من حصلوا على اللقاح الآن في ألمانيا هم 55% من تعداد سكان ألمانيا حصلوا على تطعيم كامل، والباقيين تقريبا لا يريدون الحصول على لقاح كورونا، لذلك تريد الحكومة الألمانية الضغط على باقي المواطنين. إذا عربي، يعني هل يمكن أن نتوقع أن تكون هناك إجراءات ضد من لم يحصل على هذا اللقاح؟ هل رشحت يعني إجراءات أو توضيحات أكثر عن الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة الألمانية في الساعات المقبلة؟ إجراءين أساسيين، التسريبات التي خرجت من مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لن يكون هناك فرضا في المستقبل للقاح هنا في ألمانيا، ولكن في المستقبل بداية من شهر أكتوبر الغير ملقحين سوف يدفعون ثمن اللقاحات السريعة إذا أرادوا الذهاب إلى مطعم أو إلى دور السينما أو الخروج في تجمعات وما إلى ذلك، لأن هذه الفحوصات الآن مجانية، في المستقبل سوف يضطرون إلى دفع ثمنها. من ناحية أخرى، الحرية في ألمانيا ستكون فقط لمن تم شفاؤه ولديه شهادة أو لديه فحص سلبي لكورونا، وأيضا لمن تم تطعيمه، أما الباقيين فستكون هناك تجديدات. التسريبات التي خرجت من مكتب المستشارة الألمانية ميركل تقول أنهم سيدفعون فقط في المستقبل ثمن هذه الفحوصات لأنها مجانية الآن. نعم، أشكرك مراسل إكسترا نيوز في برلين عربي مرزوق.
في شأن آخر، دعا رئيس الدورة 26 من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ألوك شارما دول العالم الأكثر تسبباً في انبعاثات الغازات إلى وضع خطط واضحة لخفضها بشكل جذري. جاء ذلك بعد صدور تقرير أممي يحذر بشدة من تضاؤل فرصة البشر في تجنب العواقب الوخيمة من الاحتباس الحراري. وقال شارما الذي عينته الحكومة البريطانية لرئاسة مؤتمر المناخ المقرر عقده نوفمبر المقبل أن التقرير الأممي يمثل جرس إنذار للعالم فيما يخص التغير المناخي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال بالإمكان تجنب الأسوأ. من جانبه، رفض رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الالتزام بهدف الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050، وذلك بعد يوم واحد من تقرير تاريخي عن المناخ دعا إلى خفض سريع للانبعاثات. وقال موريسون أنه لا يوجد شيك على بياض للأهداف المناخية حسب تعبيره، مضيفا أن استجابة أستراليا للمناخ ستستهدف التكنولوجيا وليس الضرائب، مشيرا لاحتجاز الكربون من بين التكنولوجيات التي ستلجأ إليها البلاد. يرأس رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اجتماعا لمجلس الوزراء للإعلان عن إجراءات الإغاثة للمتضررين من حرائق الغابات المدمرة. وقال رئيس الوزراء اليوناني إن الأولوية الأولى هي إنقاذ الأرواح، مضيفا أنه من الواضح أن أزمة المناخ تؤثر على الكوكب بأسره في ضوء استمرار الحرائق لأيام. هذا يواصل رجال الأطفاء في اليونان جهودهم للسيطرة على حرائق الغابات الهائلة في ثاني أكبر جزيرة في البلاد، ودمرت النيران مساحات شاسعة من الغابات والمنازل والشركات، وتسببت في فرار الآلاف من منازلهم بجزيرة إيفيا اليونانية مع إحكام حرائق الغابات وتعذر السيطرة عليها. والآن وقفة مع أهم الأخبار الاقتصادية. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بقيام الدولة بتقديم كافة أشكال المساندة والدعم للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المعلومات والبرمجيات للدخول في المبادرات التصنيعية. وخلال لقاء رئيس الوزراء بممثلي جمعية اتصال وشركات تطوير برمجيات السيارات والمعدات، أضاف مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى الاستماع إلى كافة التصورات المطروحة من جانب مسؤولي الشركات والتعرف على الجهود التي تبذلها الشركات للنهوض بهذا القطاع. أعلنت وزارة الإسكان أنه يجري الانتهاء من مراجعة التصميمات الخاصة بالطريق الرابط بين مدينة برج العرب الجديدة وطريق الإسكندرية مطروح الساحلي بتكلفة تصل إلى نصف مليار جنيه، وذلك لربط المدينة بالساحل الشمالي الغربي بطريق على أعلى مستوى طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح وزير الإسكان عاصم الجزار أن التصميم الجديد للطريق يتضمن توسيعته إلى 7 حارات مرورية. تستهدف الدولة وضع ملف إقامة المجمعات الصناعية في أجندة أولوياتها وفقاً لتكليفات رئاسية بهدف التوسع في إقامتها وإعداد خطة عمل تتضمن مناطق مقترحة جديدة لإقامة مجمعات صناعية إضافية. المزيد نتابعه في التقرير التالي. التوسع في إقامة المجمعات الصناعية ملف يحضر بقوة على مائدة الحكومة، وذلك بعد أن كلف الرئيس السيسي بوضعه على أجندة الأولويات وإعداد خطة عمل تتضمن مناطق مقترحة جديدة لإقامة مجمعات صناعية إضافية. اهتمام بهذا الملف يتجسد في مجموعة من الإجراءات على رأسها تخصيص 317 موقعاً لإنشاء مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير فرص عمل لأهالي الريف وتحقيق التنمية المستدامة. بدورها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إنشاء 17 مجمعاً صناعياً في عدد من المحافظات بإجمالي وحدات صناعية يزيد عددها عن 5000 وحدة، توفر نحو 48,000 فرصة عمل جديدة، وبإجمالي تكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه.
يرافق ذلك تقديم تيسيرات غير مسبوقة في المجمعات التي يتم طرحها أمام المستثمرين، تشمل تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كل التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50,000 جنيه لتصل إلى 10,000 جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، فضلا عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر، تيسيرا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، وهو الأمر الذي لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية. وعالميا ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة حين بلغت الأسعار أدنى مستوى لها في 3 أسابيع، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل مخاوف من ارتفاع الإصابات بالمتحور دلتا. أصعد خام برنت بنحو 1.5% ليصل إلى 70 دولارا و10 سنتات للبرميل، كما صعد خام نايمكس بنسبة 2% عند 67 دولارا و79 سنتا للبرميل. والآن مع أخبار الرياضة. أدان المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين ما أقدم عليه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بمخالفة الدستور المصري والأكواد الإعلامية من مصادرة حق المعرفة وتداول المعلومة، وذلك بعد شطب اسم الزميل بليغ أبو عايد الناقد الرياضي من الجروب الرسمي للجنة الأولمبية بعد تصحيح الزميل لمعلومة نشرتها اللجنة عن لعبة الفروسية. وأعربت رابطة النقاد الرياضيين في بيان عنها عن استيائها وأسفها من تصرف اللجنة الأولمبية ضد أحد أفراد أسرة النقد الرياضي ومنعه من ممارسة مهام عمله الصحفي، معلنة عن تضامنها الكامل مع الزميل بليغ أبو عايد ضد ما فعله المسؤولون في اللجنة الأولمبية المصرية بمنعه عن ممارسة عمله الصحفي. فاز المنتخب الوطني لكرة السلة للناشئات تحت 16 عاما على نظيره الأوغندي بنتيجة 89 نقطة مقابل 17 نقطة في منافسات الجولة الثالثة من البطولة الأفريقية للناشئات والتي تستضيفها مصر على مجمع الصالات باستاد القاهرة، وحقق المنتخب فوزين في الجولتين السابقتين على منتخب تشاد عقب انسحابه ثم الفوز على الجزائر، ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة للمشاركة في بطولة العالم تحت 18 عاما. يواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس ب 41 نقطة. وقد تعادل فريق سموحة مع مضيفه إنبي سلبيا على ملعب بيترسبورت ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز، منح التعادل كل فريق نقطة واحدة ليرتفع رصيد سموحة إلى 41 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز، فيما أصبح رصيد إنبي 39 نقطة. يختتم فريق الأهلي استعداداته لمواجهة الإسماعيلي الأربعاء ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز، ويسعى الأهلي إلى مواصلة الفوز في المباريات المتبقية لحسم لقب الدوري في ظل الصراع مع الزمالك صاحب الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك. قالت صحيفة ليكيب البريط الرياضية الفرنسية على موقعها على الإنترنت إن ليونيل ميسي توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان
للانتقال إلى النادي الفرنسي، من المقرر أن يصل إلى باريس خلال الساعات القليلة المقبلة. يعد ميسي البالغ من العمر 34 عاما والهداف التاريخي للأرجنتين وبرشلونة يعد أحد أعظم لاعبي العالم عبر العصور. فاز ليفربول الإنجليزي على فريق أوساسونا الأسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد في آخر وديات الريدز قبل انطلاق الموسم الجديد. ولم يتواجد محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي أو الاحتياطي لحصوله على راحة. ويفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي أمام فريق نورويتش سيتي يوم السبت المقبل. That cross, oh, it's a goal, yes. It's another lovely ball and another really good run. And Minamino! And Taki Minamino! اعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي تجديد عقد مدافعه جون ستونز لمده 5 مواسم ليستمر بقميصه حتى عام 2026. وصل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما الى ملعب الاتحاد مع بداية موسم 2016-2017، ومنذ ذلك الحين شارك في 168 مباراة وفاز بثلاثة ألقاب: دوري إنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزي 4 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وكأس الدرع الخيرية مرتين. حقق فريق هوفنهايم فوزا صعبا على مضيفه فيكتوريا كولن المنافس بالدرجة الثالثة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس ألمانيا. انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، ثم سجل هوفنهايم هدفين في الوقت الإضافي. أعلن إنتراخت فرانكفورت المنافس في الدوري الألماني تعاقده مع الجناح النرويجي يانس بيتر هوغ على سبيل الإعارة من ميلان. وانضم اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاما للفريق الألماني في صفقة مؤقتة، لكن يمكن أن تصبح دائمة مع نهاية موسم عام 2021-2022. يفتتح فرانكفورت الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الموسم الجديد عندما يحل ضيفا على بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل. أعلن نادي بريسون مونستر الألماني الذي يلعب في الدرجة الرابعة أنه سيطعن ضد فوز فولفسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما بكأس ألمانيا، وذلك عقب إجراء الفريق المنافس لستة تبديلات بينما تنص اللوائح على 5 فقط. وقال بيتر نيمار مدير الكرة في مونستر إن فريقه قدم مباراة جيدة وأجبر فولفسبورغ على لعب وقت إضافي. انسحب المصنف الأول عالميا نوفاك دوغوفيتش من بطولة سنتسياني للتنس التي تقام هذا الشهر، وقال دوغوفيتش إنه بحاجة لمزيد من الوقت لاستعادة لياقته في موسم حقق خلاله 3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وشارك في أولمبياد طوكيو. وتقام بطولة سنتسياني في الفترة من 14 إلى 22 من أغسطس. يتجه قطيع من 14 فيلا بريا جنوبا صوب موطنه الأصلي بإقليم يونان في جنوب غرب الصين بعدما قطع 1300 كيلومتر في رحلة لفتت إليها الأنظار. كانت لجنة طوارئ مكلفة بالتعامل مع الأمر قد وضعت سياجا مكهربا وأطعمة وحددت طرقا صناعية لضمان أن تسلك الأفيال الطريق الصحيح. وتم إجلاء أكثر من 150 ألفا من السكان من طريق هجرة الأفيال، وتم تخصيص أكثر من 771 ألف دولار لتغطية نفقات أي أضرار بالممتلكات. يعد اللوفر أكبر متحف فني في العالم وأكبر نصب تاريخي، حيث يعرض أكثر من 35 ألف قطعة تعود إلى ما قبل التاريخ وحتى القرن 21.
والآن وقفة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. وتوقعت الهيئة شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. ومشاهدينا، في ختام هذه الجولة الإخبارية إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بصرف تعويضات المستحقين عن صندوق الشهداء على دفعة واحدة في سبتمبر المقبل. الخارجية التونسية تؤكد أن التدابير الأخيرة تنسجم مع الدستور وتستجيب لتطلعات شرائح واسعة من الشعب. مشاورات حكومية في ألمانيا بشأن مواجهة فيروس كورونا ومساعدة متضرري كارثة الفيضانات. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. قدمنا لكم هذه النشرة الزميل أحمد بشتو، وأنا إنجي طاهر. دمتم في أمان الله.